بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول معالي شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مصنفه الجامع في صفة الصلاة 13 قراءة ما تيسر من القرآن. لا شك أن المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة شرع له أن يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، وهذا للإمام وللمنفرد وللمأموم في الصلاة السرية وفي الركعتين في الصلاة الرباعية الأخيرة وفي الثالثة في المغرب، فإنه يشرع قراءة ما تيسر من القرآن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ثم يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، فيسن لهم أن يقرأوا بعد الفاتحة شيئا من القرآن، وذلك في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من سائر الصلوات الخمس، ومثلهما المأموم في الصلاة السرية والركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. ونقول يقرأ المأموم في الصلاة السرية في الركعتين الأوليين وليس في الركعتين الأخيرتين، في الركعتين الأوليين يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الصلاة السرية. وأما الجهرية للمأموم سيأتي. الإمام والمنفرد بعد الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين، وهذا حكمه أنه مستحب، سنة، ليس بواجب ولا بركن. قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة مستحب، يقرأ بعد الفاتحة وذلك في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من سائر الصلوات الخمس، ومثلهما أي مثل الإمام والمنفرد المأموم في الصلاة السرية والركعة الثالثة، بل ومثلهما المأموم في الصلاة السرية في الركعتين الأوليين أما الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فإنه يكتفي بالفاتحة، وهذا يعلم عليه شيخ ملاحظته. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ودليل ذلك السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، فقد كانوا يقرؤون سورة أو بعض سورة مع الفاتحة. قال الشوكاني رحمه الله: ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع العلماء. نعم، لا خلاف في استحباب قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الصبح وفي الجمعة وفي الركعتين الأوليين من كل الصلوات، وهذه سنة عند جميع العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والسنة أن يقرأ الإنسان سورة أو بعض سورة من أولها، وهو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم،
ويجوز أن يقرأ سورة من وسطها أو آخرها، وهو مذهب الجمهور. ودليل ذلك قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وما أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فالآية والحديث يدلان على جواز القراءة بالذي تيسر من القرآن. نعم، السنة أن يقرأ الإنسان سورة، يعني سورة كاملة، إما يقرأ سورة كاملة في الركعة الأولى وسورة كاملة في الركعة الثانية، أو يجعل السورة في الركعتين. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بعض سورة لكن من أولها. وأما من وسط السورة أو من أواخرها فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشمله عموم قول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه سعيد بن الخدري رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري يحكي أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، فهذا يعم ما كان في أول السورة أو وسطها أو آخرها. لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ السورة كاملة، إما في كل ركعة أو في الركعتين، أو يقرأ بعض سورة لكن من أولها. أما قراءة ما تيسر من وسط السورة أو من آخرها فإنه يعمه الحديث والآية، تعمه الآية وأيضا يعمه الحديث، لكن أن ذلك لم يثبت. ولذلك كره بعض العلماء أن يقرأ من وسط السورة أو آخرها، ولكن يعارض ذلك عموم قول الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكره بعض العلماء المداومة على ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مداومة على القراءة بأواخر السور أو أواسطها، كره العلماء أن يداوم الإمام أو المنفرد على القراءة من آخر السورة أو من وسطها. نعم. قال رحمه الله: حيث قال: وأما القراءة بأواخر السور وأوساطها فلم يكن غالبا عليهم، ولهذا يتورع في كراهة ذلك. وفيه النزاع المشهور في مذهب أحمد وغيره. ومن أعدل الأقوال قول من قال: يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا، لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. وهذا هو القول العادل في هذه المسألة، أن قراءة ما تيسر من القرآن من وسط السورة أو من آخرها مجزئ ولا حرج فيه، لكن لا يداوم الإنسان سواء كان إماما أو منفردا، لا يداوم ويكون غالب أمره القراءة من وسط السورة أو من أواخرها، بل ليكن غالب أمره أن يقرأ سورة كاملة أو السورة بين الركعتين. في هذه السورة يجعل نصفها في الركعة الأولى أو أكثر من ذلك بقليل، ثم يتمها في الركعة الثانية، أو أنه يقرأ السورة من أولها ولو لم يتمها، لكن لو قرأ أحيانا من وسط السورة أو من أواخر السورة فإن قراءته صحيحة ولا حرج عليه لعموم الآية والحديث الذي مر معنا، والآية في قول الله جل وعلا:
فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة، وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه. انتهى كلامه. هذا كلام ابن القيم، بأن قراءة أواخر السور وأواسطها لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلنا في بسط الأقوال وبيان القول الراجح في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وتكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. مما يقرأ الإنسان، نقول يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الأفضل أن يقرأ في الصبح في صلاة الفجر من طوال المفصل. والمفصل هو على أقرب الأقوال يبتدأ بقاف إلى قل أعوذ برب الناس، إلى سورة الناس، هذا هو المفصل. وطوال المفصل من قاف إلى عمة، سور من قاف إلى عمة، هذه تسمى طوال المفصل، تسمى طوال المفصل. فيقرأ بطوال المفصل في الصبح، وفي المغرب من قصار المفصل، وقصار المفصل من الضحى، من سورة الضحى إلى سورة الناس، هذه تسمى قصار المفصل. وسائر الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل، وأوسط المفصل من عمة إلى الضحى، هذه تسمى أوسط المفصل. والمفصل فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، فضل بالمفصل، فإن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، سورة البقرة إلى الأنفال، وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني ما بعد ذلك، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. نعم. قال حفظه الله: أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. هذا هو الدليل على تفضيل هذه السور في هذه الصلوات، حديث أبي هريرة. نعم. قال حفظه الله: المفصل اسم مفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا، وهو ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بذلك لفصل بعضه عن بعض، أو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لإحكامه وقلة المنسوخ فيه. أخرج أحمد عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. نعم. المفصل لما سمي بالمفصل؟ قالوا سمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، الصور كثيرة فتأتي البسملة كثيرة، فسمي بالمفصل لأنه مفصل، يعني جعل فصولا فهو كثير، أو لإحكامه
فالمفصل هو المحكم، ومعنى ذلك أنه قليل فيه المنسوخ، يعني مفصل هو المحكم الذي سلم من النسخ، سلم من النسخ. وقيل سمي بذلك لفصل بعضه عن بعض. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: وآخره سورة الناس بلا نزاع، وللعلماء في أوله أقوال جمعها الزركشي في 12 قولا، أرجحها 4 أقوال. الأول أنه من أول سورة قاف، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. الثاني أنه من أول سورة الحجرات، وهو مذهب الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح. الثالث أنه من أول سورة الفتح. الرابع أنه من أول سورة محمد. نعم، اتفق العلماء على أن آخر المفصل سورة الناس بلا نزاع، ولكن اختلفوا في أول المفصل على أقوال عديدة ذكرت فيما سمعتم، بأن أوله قاف، وقيل الحجرات، وقيل الفتح، وقيل محمد. والأقرب والله تعالى أعلم أن المفصل يبتدئ بسورة قاف. نعم، أحسن الله إليكم. فيستحب للمصلي في صلاة الصبح إماما أو منفردا أن يقرأ بطوال المفصل من قاف إلى عمة، وفي صلاة المغرب يستحب القراءة من قصار المفصل من الضحى والشرح والتين إلى الناس، يقرأ بسورة من قصار المفصل، وفي سائر الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل ما بين عمة إلى الضحى، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه قرأ بغير ذلك، فقد ثبت أنه قرأ بالزلزلة في صلاة الفجر، وقرأ في المغرب بالمرسلات وبالأعراف وبالطور، فإذا فعل الإمام ذلك أحياناً فهو حسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحياناً، لكن ما عليه أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا. وقد نقل ابن القطان وابن عبد البر الإجماع على أنه لا توقيت في القراءة في الصلوات الخمس، ولا حد بعد فاتحة الكتاب، إلا أنهم يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من غيرهما. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بغير هذا التفصيل الذي ذكرنا، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالزلزلة في صلاة الفجر في الركعتين، قرأ بالزلزلة في الركعة الأولى، وقرأ بالزلزلة في الركعة الثانية في صلاة الصبح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ثبت عنه أنه قرأ بالمرسلات في المغرب، وبالأعراف وبالطور في صلاة المغرب. فإذا قرأ من غير المفصل فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن الذكر في هذا بالتفصيل في قراءة طوال المفصل في الفجر، وفي قصاره في المغرب، وفي أوسطه في بقية الصلوات، أن ذلك في غالب الأحوال، لكن لو قرأ من غير ذلك فصلاته صحيحة، بل قد نقل ابن القطان وابن عبد البر الإجماع على أنه لا توقيت في القراءة في الصلوات الخمس، فأيما قرأ فإنه يعمه قول ربنا فاقرأوا ما تيسر منه. نعم، مسألة: ما يقرأ في فجر يوم الجمعة؟ أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم، تنزيل، السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وقوله كان يقرأ يدل على تكرر ذلك منه ومداومته عليه، وجاء في رواية عند الطبراني يديم ذلك. ثم اختلفوا هل يستحب المداومة على ذلك في كل جمعة
القول الأول لا يستحب ذلك بل يستحب فعله أحيانا، وهو مذهب الأحناف والحنابلة. والعلة أنه يخشى من المداومة عليه اعتقاد العامة وجوبهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا لعدم وجوبها. انتهى كلامه. القول الثاني استحباب المداومة عليه، وهو قول الشافعي وقول في مذهب الحنابلة واختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، وأجاز أن يقرأ بغيرهما أحيانا للعلة التي ذكرها أصحاب القول الأول. أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن الشعبي أنه قال: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل وهل أتى. فجر يوم الجمعة يسن القراءة في صلاة الصبح بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي سورة الإنسان هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه الشيخان عن أبي هريرة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وهذا مشعر بأن قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة كان متكررا، لأنه كان يقول أبو هريرة كان يقرأ، يدل على التكرار والمداومة. لكن هل يستحب أن يقرأها في كل فجر يوم جمعة؟ على قولين مشهورين. القول الأول لا يستحب أن يداوم عليها في كل صلاة الصبح في كل يوم جمعة، ولكن يستحب فعل ذلك أحياناً وأن يتركه أحياناً، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة رحمهم الله. والعلة في هذا، في أنهم كرهوا المداومة، قالوا: خشية أن يعتقد العامة أن ذلك واجبا، أن قراءة السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر الجمعة أن ذلك واجب إذا داوم عليه الإمام في كل جمعة. ولهذه العلة قالوا إنه يتركها أحيانا. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: لا ينبغي المداومة على قراءة سورة السجدة والإنسان في كل يوم، في كل صلاة صبح من كل يوم جمعة، حتى لا يتوهم الجهال أنها واجبة، وحتى لا يساء الظن أو يساء بمن ترك ذلك، ويقال كأنه يؤثر في نفوسهم لأنهم اعتادوا على أن الجمعة صلاة الصبح فيها تقرأ بهاتين السورتين. قال: بل ينبغي أن يتركها أحيانا حتى يزول هذا الإشكال وهذا التوهم. والقول الثاني قالوا: لا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ فافعل هذه السنة، وليس عليك بعد ذلك في اعتقاد الناس، لأنك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه. وهذا هو مذهب الشافعي وقول في مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ولكن لو ترك ذلك أحيانا الإمام فحسن، حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك خاصة العامة، ويساء بمن ترك هذا من الأئمة، وإنما يتركها أحيانا لكن يداوم عليها
ويتركها أحيانا حتى لا يعتقد وجوب قراءتها في كل صلاة فجر من كل يوم جمعة. نعم أحسن الله إليكم. الرابع عشر الجهر والإصرار. الجهر والإصرار في القراءة، متى يجهر ومتى يصر، لكن هناك جامع يجمع هذا كله، وهو أن الجهر في موضع الجهر سنة، وأن الإصرار في موضع الإصرار سنة، وليس بواجب ولا ركن. ليس الإصرار في موضعه ومكانه والجهر في موضعه ومكانه إلا سنة ومستحب، ليس بواجب ولا ركن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويصر فيما عدا ذلك. الجهر في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، وقد تداولته الأمة عملا به قرنا بعد قرن، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمر على ذلك. نعم، هذه هي السنة، أن يجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويصر فيما عدا ذلك، وهذا مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه إطلاقا ولله الحمد. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد تلمس العلماء الحكمة في الجهر في صلاة الليل دون النهار، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله بقوله: وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة، فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار، فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان للأذن. ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وكان الصديق يقرأ فيها بالبقرة وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور، لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم. وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية، إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. انتهى كلامه. هذا مما تلمسه العلماء في التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار. ولا شك أن الجهر بالقراءة في صلاة الليل مع تفرغ القلب من الشواغل والإنسان من الشواغل والصوارف يكون أكثر تأثيرا. وعلى كل حال فالسنة قد ثبتت بذلك، وإذا كان كذلك فإن المرأة يتعبد ربه جل وعلا بما شرع الشارع الحكيم، وتلمس الحكمة لا بأس به في هذا على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: والسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الصلوات. نعم، السنة الإطالة في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية في كل الصلوات. الركعة الأولى
أطول من الثانية. حتى في صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، كل الصلوات سنة الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. نعم. قال شيخنا حفظه الله: والسنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الصلوات، لما أخرج الشيخان عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. هذا هو الدليل، قول قتادة رضي الله عنه بما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. نعم. فائدتان: الأولى، قال ابن مفلح رحمه الله: وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد. نعم، فائدة أن الإنسان لا يتكلف بقراءة ليس عليها عموم أهل بلده أو البلد الذي ورد إليه. يعني مثلا عندنا هنا القراءة بقراءة حفص، فما يأتي ويقرأ بقراءة ورش المخالفة لعرف البلد وما اعتاده الناس، لأن هذا يحدث فتنة، وربما العوام جهلوا القراءة الثانية وأحدث عندهم إشكالا، وهذا ليس مطلوبا، بل مطلوب الائتلاف وعدم النفرة وعدم حصول الشقاق والنزاع ورفع الأصوات وسوء الظن بالإمام. أو مثلا إنسان يفد على بلاد المغرب وهم يقرؤون بورش فيقرأ بحفص مخالفا عرف أهل بلد البلد الذي قدم إليه واعتادوه من القراءة، لا يخالفه، يقرأ بقراءتهم والحمد لله كلها ثابتة، لكن لا يخالف. بعض الناس عنده محبة المخالفة، أو إظهار أنه يعلم القراءات الأخرى، هذا ليس من دين الله جل وعلا أن يظهر الإنسان نفسه بالتعالم، أو أنه يعلم ثم يحدث نزاعاً وشقاقاً واختلافاً. بل كما قال ابن المفلح رحمه الله، قال نقلاً عن صاحب المذهب: تكره القراءة المخالفة التي تخالف عرف البلد. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية، أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن، وعلى حرمة القرآن بالألحان إذا اختل شيء من الحروف عن مخرجه. الفائدة الثانية أن العلماء أجمعوا رحمهم الله على استحباب تحسين الصوت، زينوا القرآن بأصواتكم، ولكن أيضا قال العلماء بحرمة قراءة القرآن بالألحان التي تختل معها الحروف عن مخارجها، ويصبح الإنسان يتتبع المقامات الغنائية الإلحانية بالألحان للقرآن، فلا بد أن ينزه القرآن عن ذلك. نعم، يحسن صوته ويجمل صوته بالقرآن، وهذا حسن، لكن لا يتتبع بذلك أصوات الأغاني والألحان. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: واختلفوا في قراءة القرآن بالألحان، فأجازه جماعة من السلف وكرهه جماعة. قال ابن حجر رحمه الله: فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي
عن جماعة من أهل الحل من أهل العلم، وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية، والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية، وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة، وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية، وقال الفراني من الشافعية في الإبانة يجوز بل يستحب، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه، فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه. نعم، قراءة القرآن بالألحان إن كان تختل الحروف عن مخارجها فالإجماع منعقد على تحريم ذلك، على تحريم ذلك، كما ذكر النووي وابن حجر، لأن الإخلال بالحروف لا يجوز. فإذا كان القراءة بالألحان توصل إلى الإخلال بمخارج الحروف فإن القراءة بذلك لا تجوز بالإجماع. واختلفوا إذا لم يحصل الاختلال على قولين، القول الأول الكراهة، والقول الثاني الجواز. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول الوسط والعدل في الأعدل في هذه الأقوال، بأن القراءة إذا كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من البدع المذمومة نهي عنها، لأن السلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم ويقرؤون بالأصوات الحسنة، لكن لا يصل ذلك إلى أن يتكلفوا أوزان الغناء. نعم. قال شيخنا حفظه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس مأمورون أن يقرأوا القرآن على الوجه المشروع كما كان يقرأه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. وقد تنازع الناس في قراءة الألحان، منهم من كرهها مطلقا بل حرمها، ومنهم من رخص فيها، وأعدل الأقوال فيها أنها إن كانت موافقة لقراءة السلف كانت مشروعة، وإن كانت من البدع المذمومة نهي عنها. والسلف كانوا يحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء، فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلونه مثل أبي موسى الأشعري وغيره فهذا حسن. وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغناء فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء، لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. ولذلك يحذر من أن يحول الاستماع إلى القرآن كالاستماع إلى الأغاني، يطرب للصوت ولا يتدبر الآيات ويعقل معناها ويخشع، لأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا للتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أما أن يصبح القرآن للطرب يطرب به الإنسان، تطرب به أذنه، تطرب الأذن ولا يكون هناك تدبر وتعقل ووقوف عند معانيه، فإن ذلك قد خرج بالقرآن عن
ما أنزل لأجله فيحذر من هذا غاية الحذر. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: قلت أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن عبس الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالموت ستة: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. ومما ابتلي به القراء في هذه الأزمنة تعمد القراءة بالمقامات الموسيقية المعروفة كمقام الصبا والحجاز والنهاوند والسيكا والرست والعجم، وهذه المقامات في أصلها وضعت لضبط الصوت الموسيقي في آلاته المعروفة ثم نقلت لقراءة القرآن، وقد توسع بعض القراء في هذا الأمر توسعا مذموما، فأصبح هاجس القارئ ضبط التلاوة على المقام، وهاجس المستمع هل أتقن القارئ التلاوة على المقام، فتحول أثر القرآن الكريم إلى تأثير موسيقي نعوذ بالله من الخذلان. أما إن كان التغني بالقرآن من طبع الإنسان وبلا تعمد أو تصنع أو ضبط لصوته على تلك المقامات فهذا من التحسين المطلوب في القراءة. عن صالح بن أحمد أنه قال لأبيه: زينوا القرآن بأصواتكم، فقال: التزيين أن يحسنه. وعن الفضل بن زياد أنه قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن القراءة فقال: يحسنه بصوته من غير تكلف. وقال عبد الله: سألت أبي عن القراءة بالألحان فكرهها وقال: لا، إلا أن يكون طبع الرجل مثل قراءة أبي موسى حدرا. ونقل الخلال عنه أنه قال: هو بدعة ومحدث. قيل: تكرهه يا أبا عبد الله؟ قال: نعم أكرهه، إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى، فأما من يتعلمه بالألحان فمكروه. وروى الخلال بسنده عن عبد العكبري قال: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبد الله: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: فيسرك أن يقال يا محمد. نعم، هو هذا. إذا تقصد الإنسان قراءة القرآن على مقامات الأغاني ليطرب ويطرب من يستمع ويكون همه مجرد الطرب، فإن هذا خذلان نسأل الله السلامة والعافية، خروج عن مراد الله جل وعلا من إنزال كلامه على عباده. فإن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا حجة على المكلفين، وأيضا لينتفعوا به ويتعلموه ويتدبروه ويعملوا به ويقرؤوه على سبيل التعبد لا على سبيل الطرب وإطراب الناس حتى يتغنوا كالأغاني ومقامات الألحان ونحو ذلك. وأما التحسين الذي يكون بطبع الإنسان ليس بتكلف ولا بتتبع لهذه المقامات الموسيقية والأغاني فهذا حسن. تحسين القرآن بالصوت الحسن، تزيين القرآن بالصوت الحسن مشروع، وعليه درج سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لبعض أصحابه قال: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك، يقول لأبي موسى، قال: لو علمت أنك تستمع لحبرت لك تحبيرا. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني على السليقة وعلى الطبع من غير تكلف، فهذا حسن. والناس يحبون أن يسمعوا القرآن بالصوت الحسن الذي يعينهم على الخشوع وعلى التدبر
وعلى فهم معانيه وعلى حب كلام الله جل وعلا، وعلى حب كلام الله جل وعلا. نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.